انا بحس وانا داخله التلفزيون العراقي بما اني بيت للكل فهو تلفزيوني يعني. العراق هو ولاد للشعراء اللي بيتقنوا الشعر الشعبي. ماكو مدرسه تعلم الشعر. هو قريحه. ممكن تصنع مهندس طيار. صحيح. لكن ما ممكن تصنع شاعر. كيف تأثرتم بالعلامه الفارقه في الشعر الشعبي العراقي مظفر النواب؟ انا دائما اخلي الانتصار للحب. الشعر الشعبي يعني كم بيأدي رساله وطنيه؟ عراقي. وطبع عندك تهدم التنور اذا ما يضوب جارك في التنور. بتعيش ازاي جوا الناس عشان تكتب على الناس؟ قبل فتره واحد قال لي استاذ تلعب بليارد؟ قلت له اي ليش؟ قال لي والله اللي يسمع قصايدك يقول لا ياكل ولا يشرب. اي مكانه تحتلها القضيه الفلسطينيه في وعيك وفي نصك؟ الشعب الفلسطيني شعب عظيم يستحق ان نقف معه دائما. دائما يقولون الشاعر يحيى العلاق يروي قصه. بيتك ناطرك ويريدك تعود وهدومك يا ابويا بتانياتك الغيرك ما يصير كذب هيهات اللي يفك زرارها تكون بغلاتك. بيت للكل الليلة 11 مساء على قناة مصر الأولى.